استفاق لبنان اليوم على مدينة مسلحة استعرضها حزب الله بتسجيل مصور من دون تحديد الموقع، ونشر الحزب تسجيلا استعرض فيه أنفاقه التي تحاكي أنفاق حماس في غزة وشعارات لقاسم سليماني. وتظهر الأنفاق وتظهر وهي مجهزة بأجهزة كمبيوتر وإضاءة وعمق يسمح بسهولة المرور، مرور شاحنات الأسلحة والدراجات النارية. ويجول الحزب في أنفاق وصفت بالمتاهة المجهزة، بالإضافة لمرور الشاحنات شاحنات أسلحته دون تحديد وجهتها وموقعها. وفي نهاية التسجيل يستعرض الحزب منصات إطلاق الصواريخ واسم منشآته التي غاب الهدهد عنها وحملت اسم عباد مغنية. وقد علقت سفارة إيران بلبنان على فيديو مدينة حزب الله تحت الأرض بأن هذه المنشآت الصاروخية موجودة في جميع أنحاء إيران وهي قادرة على مهاجمة إسرائيل من أي نقطة. وكتبت السفارة الإيرانية في صفحتها على منصة إكس أن المنشآت الصاروخية الموجودة تحت الأرض وداخل الصخور والجبال فيها مدن الصواريخ وتسميها مدن الصواريخ، موضحة أن هذه المدن تزرع الرعب في قلوب أعداء إيران. وسط هذه التوترات تشهد المنطقة جولات مكوكية غربية، حيث زار وزير الخارجية الفرنسي والبريطاني إسرائيل بهدف معلن وهو منع تفجر الصراع، فيما يزور المنطقة غدا وزير الخارجية الأمريكي. وزير الخارجية الإسرائيلي أبلغ نظيريه البريطاني والفرنسي أنه يتوقع أن تهاجم دولتهما إيران في حال وقوع هجوم إيراني على إسرائيل، فيما تتحدث تقارير عن أن سبب تأخر الرد الإيراني على إسرائيل فيما يتعلق باغتيال إسماعيل هنية يرجع إلى أن طهران تريد ثمن السكوت، وأن هذا الثمن ربما يرتبط بالبرنامج النووي.